नारों की गोज में मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत देता हूं हजरत मौलाना उस्मान शहाद साहब कारियुल कुर्रा जीनतुल कुर्रा शमसुल कुर्रा नन्हे कारी हजरत मौलाना उस्मान शहाद साहब उनकी आमद से पहले एक बेदारी का नारा लगाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ओ पीछे वाले नहीं बोल दे, खैरे नाराज हो मेरे नाल। नाराए तकबीर, हाथ उठा के बोल नाराए तकबीर। शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, शाने कुरान। और जो कुरान सुनने आया वो बोलेगा शाने कुरान। एक नारा सिर्फ लगाएं कि दिल खुश हो जाए, नाराए तकबीर। कारी उस्मान शहाद साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الرحمن الرحيم هو الله
الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن لا المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم ولم يولد
ولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.